كفندم. طبعا الفتره اللي فاتت كلنا شفنا وسمعنا وقرينا الاحداث الاخيره اللي كانت موجوده ما بين حضرتك والفنان مصطفى قمر، وجزء كبير من الكلام او الجدال اللي دايما الناس كانت بتبقى بتجتهد في بعضه والبعض التاني، بعض الناس ليها وجهات نظر. حابب ان انا اخد الموضوع ده بشكل مختلف مع حضرتك النهارده ونقول نعمل ايه عشان النوعيه دي من الخلافات او الجدال تبقى اكثر هدوءا في اجواء بعيد فيها عن الشكل اللي بان شخصي اكتر منه اجواء لتهدئه الاوضاع خصوصا مع دعم النقابات يا فندم. بص انا مش عايز الموضوع ياخد اكبر من حجمه ولا جميل. حتى اتكلم فيه كثيرا لسبب انه خلاص احنا واصلين لمرحله القضاء. انا اول حاجه عملتها هو ان انا تقدمت بشكوى للنقابه. النقابه مش بتقف مع طارق الشناوي كشخص، لا، بتقف مع الاعتداء على حرية التعبير، وده هو الجزء المهم. لم يقف النقيب ولن يقف مع عضو نقابة لمجرد أنه عضو نقابة مهما كان اسمه، لا، ده ما يشفعلوش، يشفعله حاجة واحدة. أنا تقدمت بالأوراق كلها والإدعاءات كلها والكلمات المسفة اللي اتقالت في حقي النقابة وكل اللي أنا قلته. بالمناسبة أي حاجة أنا قلتها بعتها أيضا للنقابة في جهاز أو مكتب قانوني كبير درس الموضوع، ومن هنا طلع البيان اللي طلعته نقابة الصحفيين، ليس دعما لشخصي الضعيف، لا، دعما لحرية. هو البيان كان واضح استاذ طارق، قال انا واقف مع حرية الرأي وليس الاستاذ طارق الشناوي، احنا كنقابة حرية الرأي هي المكفولة تماما بعيد عن شخصنة الامور، وده كان واضح جدا. الجزء بس اللي انا عاوز اقوله استاذ طارق اسمح لي، الفنان مصطفى قمر قال كلام كتير جدا انه خدنا في حتة ان الجزئية ليها علاقة بالشخصنة اكتر منها من النقد نفسه. انا جايلك في الكلام، انا جايلك في الكلام. انا الحقيقة مش يعني عايز اقفل هذا الموضوع، كل شوية يدخلنا في معركة بره النص ويتهمك ويتهم اتهامات باطلة. مفيش حاجة اسمها انك توحي باتهام وبعدين لما حد يقولك طب اثبت يقولك لا ما انا ما كنتش بسجل له، ما كنتش بصوره، يعني مش بقولك من 20 سنة راح للبيت، طب ليه اروح له البيت؟ احنا لا اصحاب ولا انا بصاحب. بالظبط يا استاذ طارق، انا علشان كده مش عاوز اخد الموضوع اللي حكاوه من 20 سنه ايا كان مصداقيتها من عدمه، انا حابب اتكلم في القضيه ككل، الفكره كاجواء يا استاذ طارق وانت استاذنا وانا اعلم، مش عاوز اعيد استنساخ الكلمات اللي قالها الفنان مصطفى قمر او سيادتك، انا حابب بالعقلانيه اللي سيادتك متتسم بيها دايما ان احنا نهدي بقى الاجواء كقضيه عامه فيما يتعلق بالنقابه الصحفيه ونقابه كبيره، نقابه المهن الموسيقيه او المهن التمثيليه، اعتقد دي اجواء محتاجين فيها ان احنا نحلم بقى بنغير الاجواء دي، وانا عجبني كلمتك ان انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده كتير، عشان كده عاوز اخد في كلمات واضحه مباشره من سيادتك لقفل هذا الملف بالشكل اللائق بينا كلنا وبلدنا. الملف ده امام القضاء، انا كل شويه الاقي كذبه بيرددها الطرف الاخر، ولما يقولوا له طب تثبت لهم واثبت منين؟ طيب ازاي تكذب؟ يعني بتكذب واحنا نسكت؟ يعني عايز اقول كذب والطرف الاخر يقول لك تمام، يقول لك تعرض ليا بشكل شخصي وتعرض لعيلتي، لم يحدث. ده انا مره في حوار من 4 سنوات لما بدأ يتطاول عليا كنت كتبت مقالة، خد بالك انه الفيلم الاخير ده اللي هو ولاد اولاد حريم كريم، هو بيقول بلغة الارقام عامل 8 مليون و6 مليون جوه في وقت قليل. انا ما كتبتش مقال حتى الان عن الفيلم، يقول لك كتب، ما كتبتش مقال، لو لقى مقال يطلعه. يعني هو كان مجرد رأي بس يا استاذ طارق، رأي ما اللي حصل ان حد بيسألك في برنامج فبتقول رأيك، مش عنه، ده كان على حوالي 10 افلام. طيب بما ان الموضوع ده في القضاء اعتقد ان انا مش حابب برضو ان انا يعني خلاص اكيد كل واحد ليه حق طالما الموضوع وصل للقضاء، كل التقدير والاحترام طبعا لقضائنا يا استاذ طارق، ولكن انا في برنامجنا اسمه احلام مواطن، انا بحلم بس في 10 ثواني منك في كلمه في الملف ده كحلم نهدي بيه الاجواء، وحابب وسيادتك موجود معايا ان انا اخد منك هذا التصريح او الاتفاق او الوعد يا فندم ان احنا اكثر هدوءا في الاجواء دي، هتقول لنا ايه؟ اتمنى ان يتوقف الطرف الاخر عن الادعاءات والاكاذيب لانها أنا بشكرك جدا جدا جدا.